صحتك في غذائك. استضافة أخصائية في التغذية للترق معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهيلثي على الحياة أفر. إصباح النور لكل مستمعي إذاعة الحياة فهم. صحتك في غذائك لليوم باش نتناولوا فيه موضوع يقلق ويحير برشا عباد، اللي هو النقرس، واللي بالنسبة لبرشا عباد معضلة كبيرة، خصوصا واللي هو يسبب أوجاع كبيرة في المفاصل. ومع مدام محبوبة الجوادي أخصائية التغذية باش نشوفوا معها شنو الأغذية والحمية المناسبة باش ما تتفاقمش الحالة. إصباح الخير وصباح النور مدام محبوبة. أهلا أروى، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين. يعيشك مدام محبوبة. كما كنت نحكي، النقرس هو معضلة كبيرة ويقلق برشا عباد، مي فما أغذية وحمية النجم نتبعوها باش نقولوا النقص شوية من الألام اللي قاعدين يحسوا بها المرضى بالنقرس. طبعا أروى، إن شاء الله قبل أن نحاول نعرف أكثر شوية معناها حكاية النقرس اللي أنت قلت ألام في المفاصل، وخاصة ألام فك الصباع الكبير متاع الساق، ساعات تتعدى الوجع على القدم نتاع الساق ويقلق برشا، وهو راه يمشي اون بوستي، ساعات تلقى الواحد لاباس عليه، ساعات هي انفلاماسيون ديجا حتى الساق تبدا ملتهبه. وشنو النقرس معناه؟ هو هالالام هذه عباد تعرفوا هو ارتفاع الحامض اليوريكي. لكن اليوريكي نجم يكون اي بس اليوريكي نجم يكون مرتفع وما نقولوش معناها نقرس خاطر ما يقلقش. أما كي نوصلوا باش الألام هذه في المفاصل وفي الصباع وكل وقت نقولوا عنده النقرس ويستحق الدواء الإنسان. بالطبيعة هذه مدام محبوبة بعد ما يمشي للطبيب ومش يعطيه للتحليل الخاص بالأسيد يوريك هكا ولا؟ بالطبيعة يعني قلت لك الأسيد يوريك ينجم يكون عالي، لكن ما نحكيوش عن النقرس. يبدا المريض مش متقلق، يبدا الإنسان ما تقلقش وما عندوش ألام في المفاصل ما يخوش الدواء. ينجم يكون هكا وترى من بعد كي نحكيو شوية، خاطر الأسيد يوريك ينجم هو ديجا معناها البدن بيدو موجود في وسط الجسم نتاعنا، فما أسباب داخلية في جسمنا اللي تخليه عالي، أبار الأسباب الخارجية اللي مش نحكيو عليها اللي من ضمنها الحمية معناها الغذائية اللي تنجم تطلع الأسيد يوريك. بالنسبة للأسيد يوريك هذايا الحامض اليوريكي نجمو نلقاوه زادة حاشيك في البول، راه إنسان في البول نتاعو ينجم يطلع، خاطر كيما تعديت في الحلقات معاك قبل، انت تعرف اللي جسم الانسان معناها بعد ما ياكله وبعد ما يقع الامتصاص وبعد ثم حاجات تطرح في الدم ويقع التصفيه نتاعها بالكبده، الكبد نتاع الانسان يصفي 80% والكلى تصفي 20%، معناها ديجا لو وصلت عدى لاسيد يوريك للكلوه من الكلوه معناها ديجا تنجم تكون كان عالي برشا معناها في وسط دم الانسان. وفاك التبادل هذاك نتاع بين الخليه كي تاخذ المغذيات نتاعها بعد الامتصاص والكل، ثم معناها اسيد يوريك ينجم يكون وصل للكلى وبعد ما تصفى ينجم فما بارتي منه ترجع علاش هنا مش تسالني انت ترجع؟ خاطر ما نقولوش ديما الاسيد يوريك راهو هو حاجه معناها خايبه للبدن، عنده حاجه باهيه اللي هو ينجم ضد الاكسده، معناها فما مضاد للأكسدة هو بالطبيعه اي يبدا موجود معناها في وسط البدن هو يحمي البدن من الأكسدة. بالنسبه قبل اش كان انت عندك الفكره اش كان يطلق عليه مرض النقر؟ مرض الملوك خاطر هو معناها متأتي من الحم، من ماكله الحم هكا ولا اكثر؟ هذه العقليه اللي كانت سائده، لكن ثم دراسه المانيه حديثه يا اروى تعملت حديثا اللي توري برشا حاجات. يعني قبل انا بيدي في اول معناها المسيره نتاعي المهنيه كنا نقولوا لهم الفول والحمص الخضروات الكل هذوك، لا ثم ابار اللحوم ثم حاجات اخرى اللي ديما انا ناكد ونحكي لك عليها اروى، اللي هي توا الطب الجديد هذايا لا ميدسين اوليستيك، اللي يلزم الطبيب معناها ينظر للطب بنظره شموليه، معناها كل عبد هذاك عايش في مناخ يأثر عليه، عايش في ضغوطات معناها نفسية وعصبية تأثر عليه، فما تغذية معينة في البلد نتاعو ياكل فيها، هذا هي الطب اللي ماشي له النظرة الجديدة اللي قلت لك عليها واللي ترتكز على العناصر الخمسة اللي ديما نقول لك عليها. اللي هي الماكلة والنوم والماء وشربين الماء. فوالا العناصر الخمسة، خاطر توا إنسان ماشي للطبيب معناها مش يداوي، هو ما وصل لك الحاله ذيك اللي ماشي عليها باش يداوي عليها للطبيب وباش يعطيه الدواء اللي ديجا تعدى بالعناصر هذه اللي كنت نقول لك عليهم وما حافظش عليهم، معناها ما احترمهمش، اللي هما النوم باكر والاستيقاظ باكر، شرب الماء بكفايه، الابتعاد عن الضغط النفسي والعصبي، الايجابيات ماذا بيك ديما تصاحب عبد ايجابي، ماذا بيك ديما
تفكر في حاجة إيجابية. والتغذية المتوازنة بالطبيعة اللي هي تدخل في كل معناها خاطر فماشي إنسان ما يتغذيش. بيان سور التغذية المتوازنة والصحية هي اللي باش تقينا من عدة أمراض هكا ولا مدام محبوبة هذاك علاش معناها كيما تقيك من عدة أمراض كيما لا قدر الله باش تهز عدة أمراض. بيان سور هذاك علاش نقولوا احنا التغذية الصحية والمتوازنة مربوطين ببعضهم. بيان سور وهنا مش نزيد نأكد لك في حاجة اللي بالنسبة للحامض لاسوديريك هذاك يبدا معناها عالي، فما عباد اللي هما يبدا عالي عندهم أكثر حسب دراسات اللي هما اللي عندهم السمنة اللي عندهم ولو حتى زيادة الوزن اللي عندهم ضغط الدم وياخذوا في الأدوية نتاع ضغط الدم اللي عندهم مشكلة في الكلى السكري يوريك كونه البدن كي يتفرعس ينجم معناها حاجة تجيب حاجة. إذا كان احنا حافظنا على العناصر نتاعنا ويبدا الإنسان ديما لاباس ما يخليش يروحوا باش حاجة تهز الحاجة حاجة تهز الحاجة وهكذا هذا ولي معناها يلزموا الإنسان يحافظ على هالحاجات هذي كيما عبد أنت توا قدامك زوز عباد كيما عبد ياكل معناها تغذية مخلطة وداخلة بعضها كيما عبد ياكل متوازن بطبيعة مش كيف كيف حتى من بعد حتى كما نقولوا بطول العمر ما تظهرش من توا الحالات ما كي يتقدم في العمر تنجم تظهر برشا أمراض اللي هي المخلفات نتاعها التغذية الغير صحية. ياسر وتوا أنا مش نقول لك الحاجة معناها مش تقعد بيتها الحاجة المسبب الأول في الفقرة هذية وفي ارتفاع الحامض الأوريكي هي المشروبات الغازية يا أروى اللي إحنا شبابنا توا نشأ عليهم منذ الصغر معناها تلقاه وصرتوا حتى العائلات في رمضان تلقاها ما يشق الفصل ما تبدا دبوسة فوق الطاولة نتاع الغازول هذه حاجات إحنا ما نشعروش بها في وقتها لكن مخلفاتها تكون معناها ثقيلة وثقيلة جدا على صاحب الإنسان. هذا من العادات السيئة بينصير اللي يزن إن صغيراتنا يقلوا منهم الحاجات هذوما خاطر بالحق المشروبات الغازية واللي طاغية على كل دار. بينصير مشروبات غازية كحول سكر وسكريات لكن الحلويات الكل أنا توا مش نقعد نعدد لك فيهم أما مش نقول لك السبب الرئيسي في ارتفاع الحامض الأوريكي في الدم تنجم تقول كل غذاء هو قادر باش يفرز برشا انسولين في البدن بطبيعه هنا مش يجي السكر والسكريات خاطر الانسولين كي تتفرز في البدن باش يتفرز معاه برشا حاجات اخرى معناها من ضمنهم الحاجات هذه اللي تفافوريز معناها باش يرتفع لاسوديري دونك احنا كي نبداو لاهين برواحنا وما ناكلوش الحاجات هذه ومن ضمنها فتك في حاجه اخرى اللي فاست فود اكثريه العباد توا الكول ولا تاكل البرا انت تعرف عليها الاكله هذيك اش فيها واضح خاصة اللي يبداو يعملوا في الريجيم وياخذوا معناها بالحق حاجة غريبة تبدا انت تعمل في الريجيم وتاخذ السلايط والا اي حاجة تاخذها من برا راهو مش معناها السلاطة معناها راهي هذيك صح لازم تكون عاملها في الدار وعارف الماء نتاعها منين وعارف كيفاش تغسل وكيفاش طابت. أو انت تعرف عليها السلاطة هذيك ولا وقداش عندها معناها اصلا من اللي تقصت ولا تعرف عليها فاش تحطت كان بلاستيك كان الومنيوم كان كلهم هذوما دي فاكتور فابوريزا باش تكون صحة الانسان سيئة. انت توا كلمتك بالريجيم اللي عملوا ريجيم من ضمن الحاجات زادة كي فابوريز النقرس هذه اللي ريجيم كيتو يبدا ما نشربوش معاها برشا ماء يبدا ما ناخذوش ما معاهوش برشا خضروات دونك البدن مش يتحمل وفي الاخر تلقى معناها كل الديفياسيون تاع البدن باش يكون غير متوازن ومش يعطي برشا حاجات. واضح هذه داخليه قلت لك عليها الاسباب الخارجيه من ضمنها التغذيه قلت لك نحافظوا على العناصر الخمسه ونحاولوا فما حاجات معناها اللي تحاول ممكن تكون نافعه شويه هنا فك سورتو فك البوستين تاع السوديريك التضحكه وبعد الدراسه هذه الالمانيه كونوا اوراق الكرموس يا اروى يا اما نعملوهم شاي معناها كيما التاي ونور الكرافس حاجات هذه الكل قادره معناها باش تطيح شويه معناها من الحامض الاوريكي وتفرهد الانسان شويه الى ضمن معناها كيما قلت لك الحاجات اللي يمكن مش تنبوع وتتسبب اكثر في البوسي هي اللحوم الحمراء هي سورتو اللي في داخل الماشيه الكبده الدحال الدواره المرقاز هذوما الكل هما السبب الرئيسي معناها اذا كان الانسان جاتو بوسي وبالحق يحب يرتاح معناها بالاسيدوريك في تعفيسه احنا ديجا اخصائي التغذيه والطب ينصحوا باش يبعد الانسان على الحاجات هذيا معناها ابتعاد تام على الاقل لمده 3 شهور اللي هي يرجع مثلا اللي هي التقليل من اللحوم الحمراء وحتى المأكولات البحريه هكا ولا ياسر مش تقليل بركه كهوا يا اروى يبعد عليه يبعد عليه كومبليتمون تروا موا وبعد يرجع تدريجيا مثلا يولي اللحوم الحمراء كل 20 يوم
باكل نص شهر الاسماك كيف كيف معناها كما نقولوا شهوه وكهوه معناها باش يصغر معناها مش باش يصغر منها بالقدا مش كل يوم يرجع شويه انفوال بدن عاود يلقى ليكيليبر نتاعو معناها خاطر توا لاسيديريك افار معناها النقص ينجم يتسبب راه في حصوات في التلاء يكون مصدره بيدها مصنوعه من لاسيديريك يقع في الترسب هذاك لذلك الانسان مطالب معناها كما قلت لك النظره الشموليه تو ديجا الاطباء قاعدين أساتذة ذاتنا ماشيين معناها بكل الطب هذايا على الأقل يعرفوا به قدر أنت كيفاش تاخذ مريض ماكش باش تجبد حاجة عبد واحد وكل عبد هذاك عنده تأثيرات عايش في بيئة معينة عايش ياكل في ماكلة معينة نتاع البلاد هذاك لازمك تاخذه بصفة شمولية تاخذوا بصفه شموليه بيان سور. احنا توا ختاما نقولوا الابتعاد كليا عن اللحوم الحمراء والمأكولات البحريه، زاد ماذا بينا نكثروا من تناول الكربوهيدرات المركبه كيما الخبز من الحبوب الكامله هكا ولا اذا منصوح به؟ بيان سور هي في التغذيه ديجا معناها المتوازنه ديما ماذا بينا نبعدوا على الليفارين الزيوت المكرره ابار اي زياده هذه السكر والسكريات كل شيء ترتوتي توا وصلوا معناها الطب هذا اللي نحكي لك عليه يمنعوا حتى الحليب اللي البقره نتاعو راعيه معناها بالعلفه اللي المركبه هذيك فوالا بورتو منصوح راهو بالمنتوجات نتاع الحليب قليل الدسم هكا ولا لا قليل الدسم يا اروى كل حاجه وقلتها معاك في حصص اخرى كونه كي نحيو الدسم نتاع الحليب مش يتنحى مع الفيتامين دي معناها الانسان ديما وطالب ياخذ حاجه طبيعيه في موضوع في الموضوع ذا في النقرس راهو خاصه معناها ماذا بينا نتناول منتوجات الحليب قليله الدسم اذا كان إن عندك ابور نتاع فيتامين دي ولا اخرى هو الحصير اذا كان انت تحب تحوصل معناها راهو نمط حياه سليم هو بإذن الله مش يخلي الإنسان بعيد وفي صحة جيدة بعيد عن الأمراض الكل. يعطيك الصحة مدام محبوبة، شكرا لك، شكرا لكم أعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتبعوا في حصتنا اليوم من صحتك في غذائك. موضوعنا بالطبيعة كما حكينا فيه من الأول هو النقرس وشنية الحمية الغذائية باش نقصوا أموال وجيع اللي قاعدين تحسوا بها الناس الكل. شكرا لكم مرة أخرى، الفيديو تلقاوه بعد شوية على الباج أوفيسيال فيسبوك الحياة تفهم. صحتك في غذائك، استضافة أخصائية في التغذية للترقوا معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهيلثي.